اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الخلاصه. والنهارده حابين نتكلم عن موضوع لطيف وخفيف وهوايه محببه عند ناس كتير قوي، وهي فن التصوير الفوتوغرافي، وخاصه انه العالم بيحتفظ في شهر اغسطس من كل سنه باليوم العالمي للتصوير. ودي بتكون فرصه مهمه ان نقف عند اهميه الصوره في حياتنا، والجهد الكبير كمان اللي بيبذلوا مصورين كتير في العالم وفي مصر عشان يوثقوا كل لحظة مهمة في تاريخ الإنسانية، لحظات الحزن والفرح والانتصار والانكسار وغيرها من اللحظات اللي مجدتها الصورة عبر تاريخ الإنسانية. كمان التصوير في مصر له تاريخ طويل وليه دور كبير جدا، من أول التقاط للصورة الأولى في نوفمبر سنة 1839 في حراملك محمد علي باشا في اسكندرية، وده كان بعد وصول اتنين مصورين فرنسيين، كوبيل فيسكيه وهوراس فيرنييه، وهم كان معاهم أول آلة تصوير فوتوغرافية بتدخل مصر، واستقبلهم الحقيقة محمد علي باشا باندهاشة كبيرة وإعجاب كمان شديد من التجربة. واحنا قررنا نحتفي باليوم العالمي للتصوير عشان كمان نحتفي بمصورينا، سواء كانوا مصورين صحفيين او مصورين بيطبعوا مهنة التصوير او هواة خلينا نقول، او اللي بيمارسوا مهنة التصوير ولكن مش بشكل صحفي حتى كمهنة، زي الفاشن ديزاينرز وغيره. مصر فيها مصورين كتير عبقرة الحقيقة، قدروا يسجلوا بكاميراتهم لحظات مهمة جدا جدا في تاريخ مصر، ومش بس في تاريخ مصر لكن في تاريخ العالم وفي حياتنا عامة، بأشكال وطرق مختلفة، وبعضهم حاز جوائز كتير مهمة. وعندنا صحفيين مصورين شطار جدا على مدار تاريخنا رصدوا لحظات مهمة في تاريخ مصر، ورصدوا كمان الحياة البرية والحياة الطبيعية وطبيعة أماكننا، وكمان مناظر خلابة في أرض مصر العظيمة. عشان كده احنا هنحتفي النهاردة بوجود مجموعة من المصورين المهمين، ونزلنا كمان الشارع سألنا الناس عن أهمية الصورة في حياتهم وأكثر الصور اللي ليها مكانة خاصة عندهم وتخليهم كمان يعني يحتفظوا بذكرى كويسة، ويكون كمان يعني سؤال مهم لو سألناهم مثلا هيبقى شكل حياة عامل إزاي بدون صورة، وإحنا كلنا كمان معانا دلوقتي الكاميرات وماشيين بنصور، وأصبحت الصورة جزء من حياتنا بسبب السمارت فونز والسوشيال ميديا وغيرها. تعالوا نشوف مع بعض آراء الناس في الشارع ونرجع نحتفل مع حضراتكم باليوم العالمي للتصوير. ايه أغلى صورة تصورتها في حياتك؟ صور مع أولادي، صورة بابايا ومامتي. أغلى صورة عندي مع الناس اللي بحبهم، صورتي وأنا بعمل حج، جامع بتاع سيدنا محمد إن شاء الله. صورة مع والدتي، مع أبويا كده كانت مع جدي. صورة قديمة عندي في البيت، مامتي شالاني وأنا عيل صغير سنة 76، كانت بعد النصف ومع خط بفليف، واتصورنا في الأماكن اللي حصل فيها الحرب. صورة صورتها على برج القاهرة جزيرة، صورة جدي الله يرحمه، صورة أسرية وخدتها وأنا في القلعة، صورتي مع والدتي. زمان قبل كاميرا التليفون كنتوا بتتصوروا فين؟ في الاستوديو. كان بابا الله يرحمه جايب لنا الكاميرا اللي هي الصورة تطلع على طول، الكاميرا الفورية اللي بتنزل الصور دي مرة واحدة. في الاستوديو مصوراتي، كنا نصور في مركز تصوير كاميرا بقى، اللي هو كان فيه بقى استوديوهات تيجي تصور يعني في الافراح بقى والعزومات، كانت ناس تجيب حد يجي يصور يعني. كان في استوديوهات كده، كنت طبعا ابتدائي واعدادي ثانوي كنا بنروح نصور في الاستوديو ده، تبقى في سيشن خارجي يعني مثلا في جنينه الحيوانات دي، كنت متصور من 7 سنين، كان والدي مصورني في بق الفيل في الاستوديو. كنا نروح، افتكر كان في راجل عندنا يعني صاحب والدي كده، كنت بروح له في استوديو، كنا بنصور عنده بقى، مبسوطين جدا لما بنصور صورة شخصية وصورة عائلية مع والدي. الكاميرا اللي هي بتطلع على طول الصورة في ساعتها دي بصراحة من زمان. آه
الصورة بألف كلمة والصورة بتختصر عشرات المشاعر الحقيقة، فما نقدرش نعيش من غير الصورة، لأنه إحنا في عصر الصورة وفي زمن الصورة، كمان بسبب السوشيال ميديا وتطور الكبير في الثورة الرقمية أصبحنا كلنا نعيش في عالم من الصور. هنكمل كلامنا عن التصوير وهنحتفي ببعض من مصورينا المبدعين في مصر الحقيقة في اليوم العالمي للتصوير، وهناخد كمان الموضوع بزوايا مختلفة ورؤية مختلفة. هيكون ضيوفنا بعد الفاصل الأستاذ محمد هشام، مصور الحياة البرية ونائب رئيس شعبة المصورين الصحفيين، والأستاذ محمود خالد المصور المتخصص في الرياضة والحائز على العديد من الجوائز المحلية والدولية. بعد الفاصل هنلتقي بيهم، هنعرف أسرار معانهم، أبرز اللقطات اللي التقطوها في مسيرتهم المهنية، وكمان عالم الصورة بيمثل لهم بعد الفاصل. بيت في مصر صورة متعلقة ليها ذكرى مهمة، صورة لحظة ميلاد فرد جديد في العيلة أو حبيب غايب، صورة للمة جميلة في مناسبة أو عيد أو سفرية عمرها ما تتنسي، صورة لاعب كبير يا ما فرحنا أو نجم مغرمين بصوته. عشان كده التصوير جزء مهم في حياتنا، والمصورين ليهم دور كبير في تجربتنا الإنسانية. كل لقطة منهم بألف كلمة وبألف معنى وبأكتر من حكاية ملهمة، وده سبب اهتمام العالم في الأيام الأخيرة بالاحتفال باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، والاحتفاء برواد المهنة الكبار زي الفرنسي هنري كارتييه والأمريكي أنسل أدامز، ومن مصر محمد يوسف وحسن دياب وغيرهم من الفنانين وبأصحاب الاختراعات اللي ساهمت في تطور الكاميرات على مر التاريخ زي الفرنسي جاك مانديه أو جوزيف نيبس. كمان بتكون فرصة جميلة لتسليط الضوء بصورة أكبر على المصورين المميزين في كل بلد في العالم اللي بيقدموا حالياً إبداع حقيقي في مجال التصوير من خلال تفرد أعمالهم ونجاحاتهم المحلية والدولية وقدرتهم على توثيق اللحظات المدهشة في الحياة. أنا
اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه معاكم بنرصد احتفاء باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي. وزي ما قلنا وزي ما قال التقرير، صوره واحده ممكن تختزل الاف الكلمات، تختزل عشرات المشاعر، تقلب الدنيا ما تقعدهاش، تختزل فتره من تاريخ الانسانيه، او تعبر كمان عن حقبه تاريخيه معينه. الصوره دائما كمان في عصر الديجيتال اصبحت جزء رئيسي من حياتنا اليوميه. عشان كده احنا النهارده بنحتفل بهذا اليوم بوجود اتنين من مصورينا الحقيقه العظماء، وكل واحد منهم متخصص في مجال معين في التصوير. فبنرحب النهارده بالاستاذ محمد هشام، مصور الحياه البريه ونائب رئيس شعبه المصورين الصحفيين، وهيحكي لنا مغامرات كتيره جدا جدا. برحب بحضرتك، اهلا بيك، نورتنا. اهلا بحضرتك. والاستاذ محمود خالد، المصور الرياضي والحائز على العديد من الجوائز المحليه والدوليه، ويمكن اخرهم The World Sports Photography Awards 2024، ودي كانت تقريبا من شهور قليله. فبنرحب بيك يا فندم، الف الف مبروك ومنورنا. الله يبارك فيك. سعيد جدا بوجود حضراتكم معانا، وخاصة ان حضراتكم الاثنين متميزين جدا وما شاء الله عليكم حاصلين على جوائز مهمة، وصوركم كمان دايما بتنال اعجاب على السوشيال ميديا ومعروفة. اهلا بحضرتك يا استاذ هشام، نورتنا. وهبدأ معاك، وده تاني لقاء بيجمعنا. يمكن اتقابلنا من سنتين او ثلاثة واكتر، وكنت ساعتها كمان منبهر بكتير من الحاجات اللي بتقوم بيها في سفرياتك ورحلاتك. اخبار لسه الشغف مستمر والسفريات مستمره؟ ده لسه الشغف واخد حده لا بعد الحدود. ايوه، هي الحياه البريه كده، يعني ايه، لو حطيت رجلك فيها مره خلاص بتقدرش تبطل. طبعا كنا لسه بندردش، انا من هواه الدوكيومنتريز بشكل عام، والدوكيومنتريز الخاصه بالحياه البريه والحيوانات بالزبط. والطبيعه شيء تاني اخر. بس كونك متخصص في الحياه البريه يعني محتاجه صبر رهيب. يعني انا بشوف المصور عشان يقعد ياخد شوت معين، هو قاعد في مستنقع ولابس شجره مثلا، او واقف فوق شجره ساعتين او ايام احيانا، او بنين لي مثلا بوث خشب وقاعد 30 يوم في الغابه مستني بتحصل، مستني النمر يعدي مره بس، فاهم؟ فانت بتعمل ايه في القصص دي، وازاي بيجيب الصبر ده؟ والله هو يعني هو الصبر جزء منه طبيعه في الشخصيه، وجزء منه تدريب، لانك برضو ايه، انت ممكن تصبر بس بتزهق، فانت دايما بتبقى عايز تصبر. فبتعرف ازاي تقضي وقتك اللي بتصبر فيه دوت، وبعدين الانتظار اللحظة اللي انت رايح لاخر الدنيا عشانها هو كمان اللي بيخليك طول الوقت عندك الصبر ده. يعني يمكن لو مش منتظر اللحظة دي خلاص هقعد 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة وامشي، لكن ممكن اقعد 4 و5 و6 ساعات مستني بس مثلا الفهد يقوم كده من تحت الظل ويروح هناك. ودي تبقى انجاز الواحد عمله. فهو تدريب وتعود وتارجت، انت طالما حاطط في دماغك هدف انا مستنيه، يقضي بقى ساعه 2 3 انا قاعد مستنيه. بس الصوره دي ليك في افريقيا صح؟ دي في كينيا، على بحيره نيباشا. صورها لي صديقي دكتور مصطفى مهران، مصور الحياه البريه برضو. ايوه، وكان فرس النهر طالع كده بياكل من النجيله يعني، او الحشائش يعني اللي موجوده قدامنا. وانا قربت كده يعني ايه، وعرفت اصوره، هو بقى صورني معاه. ايوه، صوره جماعيه يعني حلوه جدا. هنيجي لحضرتك طبعا. واخر سفريه كانت فين؟ كنت في كينيا، في 2023، بقى لسه 24 يعني بجهز لها ان شاء الله. مش هجي لك ونعرف اسرار برضو مغامراتك الافريقيه. نرحب بالاستاذ محمد هشام، منورنا، ومبروك فوزك بالجائزه طبعا ضمن جوائز كتيره. استاذ محمود طبعا World Sports Photography Awards، فمبروك. الله يبارك فيك. عايز اعرف منك ايه قصه الصورتين اللي انت خدت، صورتين حصلوا في هو في صورتين وصلوا للقائمه القصيره يعني، وفي واحده فيهم كسبت جائزه لجنه التحكيم. هي دي مسابقه متخصصه في تصوير رياضه بس في العالم، يعتبر هي من اكبر الجوائز في العالم حاليا. فيها اقسام كتير لكل الرياضات.
الصوره اللي كسبت اللي هي دي الصوره اللي كسبت دي كانت في بطوله العالم للجودو. فانا كسبت في قسم الرياضات القتاليه. فدي الصوره اللي كسبت دي كانت في بطوله العالم للجودو في 2022 في قطر. اوكي. كانت في الدوحه. حلو قوي. تحس ان هم يعني رقصه. بالظبط. هي الاضاءه والالوان اللي فيها التدرج الالوان اللي فيها هو ده اللي مدي شويه لقوه الصوره. مصور جمال الحركه الانسانيه. هي الصوره دايما بتبقى مكونه من حاجتين اللي هو اضاءه وتكوين. ففكره ان انت لما تدمج الاثنين مع بعض ده بيدي اضافه للصوره بشكل كبير يعني. ايه سر شغفك بالتصوير بالتصوير عامة؟ بس انت بتحب التصوير الرياضي خاصة. هو انا مصور صحفي. بصور كل انواع التصوير. طبعا. مش متخصص في الرياضة بشكل اساسي. ولكن انتقلت كده قعدت في دبي من 2016 لغاية 2021. فالفترة دي بدأت أمارس نوع من أنواع الرياضة التصوير الجديد بالنسبة لي اللي هو كان تصوير الرياضة. بدأت أتعلم من أول وجديد كنوع جديد بالنسبة لي. هنا في مصر كان كله تصوير صحفي. التصوير الصحفي متعب عامة جدا. التصوير الصحفي متعب ولكن ممتع. ممتع للي بيحب الصحافة بيحب التصوير. مش ممتع لأي حد. زي ما أستاذ محمد كان بيتكلم على موضوع الصبر. الصورة محتاجة صبر. ممكن أقعد أستنى صورة بالساعات ممكن أيام إن أنا أرجع تاني يوم عشان أخد صورة معينة. وما تجيش. بس لما بتيجي كل التعب ده بتنساه. فتصوير شغف. التصوير الصحفي شغف. لو أنت واخده كمهنة عشان وظيفة لا موضوع صعب. طبعا هتتعب لانه تصوير في الشارع. ويعني كمان بالذات بقى لما بيبقى في احداث سياسيه وشيء او غضب جماهيري او انتفاضات مناطق نزاعات ومناطق الحروب صح. بتبقى العمليه طبعا صعبه جدا جدا. بس تبقى الصوره اللي بتتاخد بيبقى الواحد سعيد بيها. صحيح. جدا 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 توصل جدا. رساله. انت كمان مهتم قوي بفكره الضوء والظل بشكل مهم جدا. يمكن هنشوف بعض الصور لحضرتك. انت بتحب مدرسة معينة في التصوير او شغل معين ولا بالشرط على حسب المود كده والروقان واللقطة ساعتها بتقول ايه؟ التصوير الصحفي خلى الواحد يصور انواع كتير من التصوير. فالواحد مر على انواع كتير جدا جدا في التصوير. ولكن اكتر حاجة يعني بالنسبة لي كنوع مفضل في التصوير فكرة ان انت بتوصل رسالة بالصورة بتاعتك. ان الصورة دي مش مجرد صورة تكوينين حلو وخلاص. لا يعني يكون في قصة وراء الصورة. موضوع الاضاءة زي ما قلت حضرتك التصوير عبارة عن تكوين. يعني الصورة دي فيه مثلا دي حلوة قوي. دي كانت في بطولة عالم للسباحة. كانت في ابو ظبي. فده كان حد يعني سباح كان غطس مسابقه غطس في حلوه جدا. متميز. استاذك ممكن تجيب لنا برده الصور ورانا عشان تبقى اقرب مننا للنظر. ودي برده حلوه جدا. دي موضوع التكيف مع الظروف والتكيف مع الاضاءه. ده كان ماراثون في دبي في 2017. الإضاءة كان في شبورة عالية جدا اليوم ده. فالعدائين مش هيبانوا. فانت استخدمتها بشكل جميل. فانا استنيت لغاية ما يبقى في أي إضاءة. كان في عربية معدية من وراهم. فأدت هي الجمالية للصورة يعني. جميل جدا تحفة. ده جولف. ده كانت في بطولة ساعة الغروب. و هي استخدام الإضاءة بالنسبة لك ان انت تبقى عارف الإضاءة جاية منين. تبقى محضر لده. مش مجرد ان انا رايح اصور. هي دي كانت من ضمن يعني الحاجات المهمة جدا جدا في التصوير. ان انت تحضر للتصوير. يعني ان انا مثلا رايح بطولة مش رايح قبله بطولة بخمس دقايق يا دوبك احط الشنطة بتاعتي واجري. لو انا رحت يوم لو ده مسموح ان انا رحت يوم قبليها عين المكان اشوف الاضاءه فيه. كل ده طبعا بيديك نقطه اضافيه عن ودي كلها صور. طب ما عملتش فيها ادت تقريبا؟ لا لا هو يعني بالنسبه للصحافه ممنوع ان انت تستخدم فيها اي ادت. لان انا اغلب شغلي مع وكالات اخبار.
في حدود طبعا الايديت ده للايديت شيء جميل. الصوره دي بديعه جدا جدا. طب استاذ هشام طبعا يعني ليك صور كمان مميزه، انت رحت يعني قابلت قبائل الماساي بالظبط وتجولت في افريقيا، يعني برضو ده عملته بتخطيط ولا برضو وفق ما يجود به الظرف؟ والله هو طبعا برضو فكره ان انا جاي من خلفيه صحفيه كمصور صحفي، واشتغلت انا ومحمود فتره طويله مع بعض وسافرنا حتى احيانا مع بعض، فده رتب افكاري بشكل مختلف. العمل في التصوير الصحفي بيخلي افكارك دايما في خطه وفي بلان وفي هدف، وبعدين طبعا تخرج عن الخطه او تصادفك بعض الحاجات، ده بيحصل يعني طول الوقت. والواحد بيتفرج على افلام وثائقيه، دايما بقول ايه، انا كنت زمان اهرب من المذاكره باني اتفرج على افلام وثائقيه بدل ما اتفرج على كرتون، اتفرج على حاجات الاطفال، لا اتفرج على افلام وثائقيه. فده غزة لا إراديا كده وعي الباطن بأن أنا عايز أروح أشوف الناس دي على الأرض. طبعا جزء من اللي عايش جنب الحيوانات في الغابة هم القبائل، لأن أنا بعتبر أن الغابة ملك الحياة البرية والحيوانات أكتر ما هي ملك البشر. فكان من دايما في كل سفرية أنا بحب أروح أشوف الناس دي عايشة إزاي، كبرت إزاي، صورت ناس منهم هم أطفال دلوقتي كبروا، بنعرف بعض الصور أهو. دي مثلا صور من داخل أحد القرى، هي قبيلة المصاية قبيلة كبيرة جدا في جنوب كينيا وفي شمال تنزانيا، قرى متفرقة. ده مدخل القرية بالزي التقليدي للمحارب المصاي، بيسموه محارب لأنه أول ما بيبقى شاب كده أو مراهق لازم يروح يقتل أسد ويثبت رجولته وقوته. بطلوا طبعا دلوقتي عشان السياحة، موضوع قتل الأسود يعني، ولكن فهو واقف على الباب، ده زعيم القبيلة مثلا أو زعيم القرية. وفريندلي بقى في التصوير يعني طبعا هو فريندلي لأن هو متعود على وجود الناس، بس برضو لازم تبقى تنشئ علاقة شخصية معاه، مش مجرد هو الإنسان اللي أنت بتصوره هو بيديك الصورة، مش أنت اللي بتديله الصورة. فمهم جدا أن أنت تخش أولا هو فعلا شخص مهم، وأنت لازم تحسسه بأهميته بأهمية حياته، وأن أنت جاي تتعرف عليه مش جاي تصوره وتمشي. الراجل دوت مثلا انا وقفت وكلمت معاه، وانت عمرك كم سنه، وطلع من سني، قال لي انت اتجوز، طب انت اتجوزت كم مره، بينافسني بقى، فقال لي انا اتجوزت مش عارف 3 ولسه هدور على 2 كمان، قلت له انت كده كسبت. فيعني لازم تخليه عايش يعني عايش حياته الطبيعيه الطبيعية عشان تقدر تاخد انت الصوره كمان طبيعيه. فلازم يدور طبعا الحوار دوت، بتصور معاهم ووريهم صورهم لما بتنزل وهكذا يعني. لازم دي دايما دي برضو في مصاري. قرية من قرى المصاي دي الرقصة، جميلة رقصة الترحيب اللي بيعملوها لما بيجي اي ضيف يزورهم. طبعا اللي في النص دوت على راسه، مش على راسه ريشة بقى، على راسه فروة اسد يعني شعر اسد. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي هم بيستمتعوا بيها الرقصة دي. ولسه حريص على زيارة القبائل والمجتمعات كمان اكتر النائية والبعيدة دي. يعني طبعا حريص بخاصة القبائل اللي انا اعرفهم، لان خلاص بقى فيه يعني علاقة في انسانية. متصورين مع بعض وانا مصورهم ووريهم صورهم، شوفوا صورتك نزلت والناس علقت قالت ايه، فبقى فيه كده. برضو انا غير كينيا رحت في رحلة كده رود تريب كان مدتها شهر 30 يوم بالعربية، عملتها انا واصدقائي بعربيتين في 2017، كانت عبارة عن زامبيا ناميبيا بوتسوانا زامبيا كينيا. قعدنا 30 يوم طبعا شفنا قبائل، شفنا حيوانات، شفنا الطبيعة. الموضوع بيتعدى بقى فكرة احيانا الروت تريب دي بقى ورحلة طويلة، مش بس عشان تصور، لا انت عشان تستكشف وتستمتع وتحصل لك مقالب دي شوية. دي صورة ليكو دي احد العربيات اللي بنستعملها في الغابة. الناس دايما بتسألنا السؤال ده، طب هي الحيوانات هتاكلكو؟ لا، الحيوانات مش مستنيانة عشان تاكل، عندها اكل كفاية جوه. هم بيتعاملوا معانا، دي عربية مكشوفة من كل حتة علشان نعرف نصور. دي مرة من أحد المقالب اللي حصلت لنا أثناء ما كنا في الغابة، كانت الأرض رملية جدا، كنت أنا ومجدي علي صديقي فلا ده المقص اتكسر وقعدنا 4 أيام في الغابة علشان نصلح العربية، وجالنا ميكانيكي ورحنا مع البلد
ورجعنا ويعني في الحالات دي بتفضلوا قاعدين في الغابه معاكم يعني الكامبس بتاعتكم يعني العربيه هي فوقيها الخيمه بتاعتنا الخيمه دي بتشيل فردين مرتاحين يعني اول ما كان بيجي طب واخدين معاكم مؤن واخدين معانا كل حاجه احنا 30 يوم يعني في الغابه يعني ممكن ده يحصل بالظبط بالظبط طلعنا وبقيتنا فوق من اول ما الشمس غربت لحد شروق تاني يوم واحنا جوه الخيمه دي بتبقى فيها بقى قصص كتير وذكريات كتير والواحد لو ما حصلوش مقلب بحيث انه رجع كده ايه كان طبعا. سايح لا احنا مش عايزين سياح وهي الحركة شوية مقالب ومواقف تانية لكن كمان بمناسبة المقالب ومواقف انت كمان واجهت مواقف صعبة في كتير من البطولات ومنها روسيا في كاس العالم اشمعنى وازاي تتعامل مع المواقف دي هو الواحد طبعا لازم يبقى عامل حسابه يعني اللي حصل مثلا في كاس العالم في روسيا في الفاينل ان كان في انباء ان هيبقى في مطر ولكن طول الماتش مفيش اي حاجة والدنيا تمام جدا وبدأنا نتحرك انت في الماتش جوه الماتش جوه الماتش عدتيني بتاعتك الطويلة دي فبدأ المصابين يتحركوا من مكانهم عشان يكونوا في نص الملعب عشان الحفلة والتتويج بتاع الكاس وفجأة المطر سبحان الله يعني سيول فطبعا انا عامل حسابي معايا حاجتي بس حاجتي كلها يعني الغطاء بتاع المطر كله عند المكان يعني عند الشنطه اللي انا قاعد عندها طبعا مش عامل حسابي ان ده هيحصل طبعا خلاص انت مفيش مفر لازم تفضل واقف مكانك ما ينفعش تروح وترجع بدانا نتعامل بالوضع الحالي ساعتها كان معايا 3 كاميرات وانا بصور انا كل شويه كاميرات عضوه المطر طبعا وانا بصور كل شويه اقول امتى هتقف يعني امتى الكاميرا هتبوظ فالحمد لله خلصنا اليوم هي في كاميرا واحده فيهم باظت بس الحمد لله طلعت صورة عظيمة زائد تحدي تاني كان التتويج كان في رئيس روسيا وفرنسا وكرواتيا والاتحاد الدولي الفيفا فكلهم بعد ما بيسلموا الكاس لآخر لاعب المفروض ان هم كلهم بيسيبوا المنصة ويرجعوا تاني مكانهم واللعيبة بتحتفل إلا كلهم عدوا إلا رئيسة كرواتيا حبت تتفرج على اللحظة دي فراحت واقفة في المكان الشمسيات دي شمسيات الحرس والمساعدين بتوعها فيدوبك اللي هو الواحد خد الكاس من الشمسيات هو ده المتاح بس لكن طلعت صورة مختلفة عن الصورة التقليدية صورة بديعة الحقيقة ونيجي تاني لصور تانية برضو من كاس العالم لانك ليك اكتر من لقطه عظيمه الحقيقه فيها بس كمان عايز اروح معاك لصوره عظيمه صوره برضو هنعرضها على الشاشه لسباقات الفورمولا انت بتحب تحضر سباقات الفورمولا بحب احضر سباقات الفورمولا هو انا بحب الرياضه بشكل عام لان الرياضه فيها حاجه دي يعني صحفيه انت ما بتدخلش فيها انت ما بتتدخلش في الحدث الحدث اللي قدامك انت بتصوره لو عدى من قدامك في لحظه مش هينفع تعيده تاني هو ده اللي انا بحب اصوره يعني ما بحبش مثلا اصور استوديو هي كان معاك كمان صوره حلوه الماكس هي دي الصوره دي كانت في 2022 ده كان اول مره يكسب يعني يكسب السباق او يكسب معنى صح السيزون كله ده كان اخر سباق في السيزون كان هو وهاملتون كانوا متعادلين في النقط ودي كانت اول مره تحصل تقريبا طبعا لقاء تاريخي يعني هو اول مره يتعادلوا في النقط تقريبا كان مثلا من 50 او 70 سنه ان هم يبقوا بنفس النقط بالظبط ففي اخر لفه مسيطر ففي اخر لفه خد منه السباق وكسب السباق ده فهو كسب السيزون كله اللحظه دي كان اول ما عدى خط النهايه والسباق خلص يعني وقف العربيه وفضل ايه قاعد كده جنب العجله من ورا متاثر باللحظه دي فانا يعني البوزيشن بتاعي في اللقطه دي انا كنت بصور كنت يعني مصور رسمي مع الF1 مع الفورمولا 1
وانا الوحيد اللي كنت ليا مكان فوق. فده اللي خلاها مختلفه شويه عن الصور الثانيه. في صور حلوه جدا من تحت، ولكن الصور اللي انا صورتها من فوق كانت مختلفه عن اللي تحت. حتى ساعتها اتنشرت على الحساب الرسمي بتاع الاف 1 طبعا. صوره بديعه جدا. طيب هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنكمل محاضراتكم وهنعرض بعض الصور برضو فيها لحضرتك. طبعا صور بديعه مع الاسود. وانا عايز اسالك برضو فكره الامان كده، ومش بتخاف اكيد اي حد هيسال السؤال ده. هاي. مش بتخاف؟ مش بت طب وات اف؟ هنروح لفاصل ونرجع تاني. مرة تانية ولسه مستمتعين بوجود مصورينا يعني العظماء الحقيقة، الأستاذ محمد هشام والأستاذ محمود خالد، ومستمتعين بالفرجة وبالحكاوي معاهم. وأستاذ هشام هروح معاك بقى لصور لطيفة جدا ليها علاقة بالأسود وجولاتك في أفريقيا، وهنشوف يمكن مع الشاشة الأستاذ بولوك يورينا بعض الصور. وعايز أسألك، دي بتكون يعني كتير من الصور بتكون صدفة، ولا بتكون أنت مجهز وقاعد وشايف قبل كده انه مثلا الاسود بتيجي في الوقت الفلاني او في اللحظه الفلانيه دي هنا؟ يعني اكيد برضو ما بتقعدوش اليوم كله انت ونصيبك ولا بالزبط. ايه؟ لا بالظبط. هو طبعا دورينا الصور كده يا استاذ بولك. يعني عالم الحيوان هو عالم منظم ليه عادات وليه تقاليد وليه عائلات. دي صورة وحرك هنا ده أثناء يعني الصورة دي من 11 الصبح للساعة 4 العصر عشان الفهد الاثنين فهود دول يطلعوا يجروا ورا التوبي عشان يصطادوه. 6 أو 7 ساعات مستنيهم بس. 5 ساعات عشان يجروا الجارية دي ألحقهم بس في وانتوا عارفين المنطقة دي فيها فهود وعارفين هم عائلات. فالعيلة دي ده بعد بقى ما جابوه من يعني من رقبته بقى. هي الحيوانات بتبقى عائلات والعائلات دي بتسكن في أماكن معينة. فاحنا عارفين ان المربع الكبير ده مثلا زي مثلا هنا منطقة 6 اكتوبر عارفين ان متقسم في شمالها العيلة الفلانية وغربها العيلة الفلانية وهكذا. ونبتدي بقى نتحرك بالعربيه. معروف ان هم بيظهروا في الاوقات الفلانيه. معروف ان هم مثلا دلوقتي الشمس عاليه. تعرفوا ده من حراس الغابات اللي طبعا هناك. السواقين بيبقوا عندهم معلومات وبيبقى معاهم كده اجهزه لاسلكي بيتكلموا مع بعض طول ما احنا شفنا صيد هنا شفنا هنا. ده بقى الاسد بعد ما كل وشبع وايه والفريسه بتبقى على بعد قد ايه دي بعد عدسات التلي؟ دي عدسات تلي طبعا بس المسافه هنا ممكن تبقى في حدود 20 متر مثلا 30 متر. بتخافش يعني الاسد يغير رايه؟ يعني الحماس بيخلي الواحد ما ياخدش باله مديده يعني شويه بال يعني انا دلوقتي بقى لي حد او بشر يعني 14 سنه هو بسافر الحمد لله ما شفتش ولا مره حاله فيها تعدي حيوان على انسان. طالما ان انت سايبه في حاله وهو انت في حالك وهو في حاله خلاص. هو عايش حياته ما بيقربلكش بيعدي ممكن يقعد تحت العربيه في ظل العربيه وكانك مش موجود. لا تلمسه ولا تاكله ولا تبعت له ترمي له حاجه ولا تقول له بس بس ولا مش عارف ولا حتى وانت نازل تبقى حاطط عطور بقى وعشان ما تلفتش انتباهه
ما تصيرش انتباه الحيوانات في الغابه. دي حاجات فعلا بتبقوا واخدين بالكم منها. في حاجات بالظبط, فاحنا عارفين وعارفين ان الاسد دلوقتي بقاله مثلا بيقولوا عارفين ان العيله دي ما كلتش ما اصطادتش بقالها يومين, فالنهارده اليوم الثالث يبقى احتمال يكونوا هيصطادوا, فيلا نروح لهم. العيله دي اصطادت امبارح فممكن احتمالات ان هم يصطادوا النهارده قليله, فيلا نروح للتاني وهكذا. يعني هي منظومه متكامله لان هو الاسود والحيوانات عائلات بتتحرك بشكل منتظم جدا وليها يعني لغه مشتركه مع بعض. تحفه. طيب كمان بمناسبه الكلام عن افريقيا, حضرتك زرت الكاميرون صح؟ وليك صور بديعه هنشوفها دلوقتي عن ماتشات الكوره في الشارع والحياه كمان البسيطة والشباب الكاميروني. قصة الصور دي إيه لو أنا عارضها برضو تحفة؟ أفريقيا بتعشق الكرة. الكاميرون من أكتر البلاد اللي أنا زرت بلاد كتير في أفريقيا. الكاميرون من أكتر البلاد اللي الكرة بالنسبة لهم حلم إن هو للشخص يعني الطفل مثلا اللي هو كلاعب, حلم للأسرة, حلم للعيلة, للقرية كلها ان تعلي او تنقله نقله من الفقر للغنى. عشان كمان يطمحوا ان هم يروحوا اوروبا جدا كل اللعيبه بره. فشفت كل من قصه اللعيبه المشاهير فعلا زي ما حضرتك قلت بيبقى تبقى بيشوف ان دي نقله من صحيح. الفقر اللي هو عايش فيه. فيعني ده مثلا كان مجموعه شباب كانوا بيلعبوا كوره وكان في مدرب ده كان بيديهم الخطه. اكتشفنا يعني بعد ما اتكلمت معاهم اكتشفت ان دي اكاديميه او يعني بمعنى صح نادي. نادي شعبي, نادي بيلعب في التراب يعني بس هو ما عندهمش ملعب. الملعب بتاعهم عباره عن ارض فاضيه فيها جول معمول بالخشب. كور يعني بسيطه جدا, امكانيات بسيطه من غير احذيه كمان. احذيه بسيطه او تكاد تكون يعني ده مثلا العارضه محطين عليها الحاجات بتاعتهم. الانتصار على الظروف باي ثمن بيبان جدا جدا في تعاملهم مع اللعب ان هو مش مجرد لعب عشان تسليه. لا, ليه هدف كبير قوي ان هو ينقل عيلته, ينقل يعني احنا المشهد ده عندنا احنا الشباب بتلعب صحيح في الشارع بتلعب في تسليه. ده التسليه, لكن ده لعب حقيقي. لعب حقيقي جدا يعني والله ممكن يكون اكتر جديا وحماس اكتر من ماتشات رسميه عندنا, بس لان وراء هدف كبير يعني. ايه اكتر الرياضات اللي كانت غريبه عليك وحسيت انه تصويرها شيء مختلف او تجربه بالنسبه لك غريبه او غير مسبوقه قبل كده؟ في حاجات كتير الواحد تعرض ليها, بس مثلا من ضمنها مصارعه التيران. اتحضرت دلوقتي تقريبا في اسبانيا. فين في اسبانيا كنت ولا لا؟ دي كانت في الامارات. في الامارات هي دي. أوكي. عاده تقليديه. مش مصارعه التيران اللي هي في مبارز بيقتل مش الماتادور. اوكي ايوه بص الصوره مختلفه شويه. دول اتنين يعني الاتنين يعني اتنين حيوانات هم يعني اتنين تيران بينطحوا بعض. وبيكون لكل واحد يعني كل تور بيبقى ليه صاحب. فاللي بيزق التاني اقوى او بيتغلب عليه فهو بيطلع من الحلبه بشكل منتصر وبيبقى حاجه تدعو للفخر. اول مره تشوف صوره لحاجه زي كده. هي دي عاده تقليديه في الامارات زمان, ما زالت مستمره في مدينه اماره اسمها الفجيره. دي على الساحل الشرقي. هي دي الوحيده اللي لسه فيها العاده دي. يعني قريت ان بعض الولايات برضو في عمان فيها لسه ما زالت محافظه على العاده دي, بس ما سمعتش عنها في السعوديه او في الخليج بشكل عام. يعني في رياضات كتير طبعا. الرياضات اللي فيها حيوان زي سباقات الخيول والحاجات دي موضوع فيها مش مرتبط بس بالبني ادم, هو مرتبط بالبني ادم والحيوان اللي هو بيلعب معاه اللعبه. فلازم تبقى فاهم الاثنين, فاهم الحيوان بيتحرك ازاي, طبيعه الحيوان ازاي, التشريح بتاعه. سباقات الخيول مثلا الخيل وهو بيجري بيبقى ليه تشريح معين طبعا عشان يبين جمال الخيل. ايوه
ما ينفعش تاخد عضلاته عامله ازاي. ما ينفعش تاخد صوره بشكل وحش فبتبين ان الخيل شكله وحش. فانت لازم تبقى فاهم خيل عشان تصور خيل. طبعا خطيره جدا. طيب استاذ هشام برضو عايز اعرف يعني في صوره برضو جميله لفرس النهر هنا برضو لو نجيبها، وعايز اعرف منك ايه اغرب المواقف اللي قابلتها خلال تجاربك في افريقيا، او اغرب العادات مثلا اللي شفتها ورصدتها في الكاميرا بتاعتك. يعني هنقول مثلا اغرب المواقف اللي بتحصل مع الحيوانات اول ما الليل بيليل. معروف ان احنا حتى ولو كنا في كامب بس احنا ما زلنا داخل الغابة، فبتبتدي بقى بتسمع اصوات الحيوانات. انت حاسس انها على بعد امطار ولكن هي على بعد مسافات كتيرة جدا لان الليل بينقل الصوت بشكل مختلف. لسه في دوكيومنتري نازل عن اصوات الحيوانات. ايوه ده. على نتفليكس لسه نازل برضو. حضرتك مش اتفرجت عليه ولا لا؟ بس خطير. اروح اشوفه. يعني لسه نازل من اسبوعين. وازاي بينادوا بعض وازاي ده بيرد على ده. تبتدي بقى الليله ورا الثانيه بتبتدي تعرف ان الحاجات دي في الاول تبتدي تتوتر، هو ده جنبي. احنا تشعر انك لو بقى بيت في خيمه كمان ده جنبي قوي. لا هو انت بتصحى تكتشف ان هو كان بعيد قوي ولكن الصوت اتنقل. تصحى الصبح بقى بتلاقي اثار اقدام. مرة فرس النهر، مرة أسد، مرة ليبرد، مرة ضبع، وهكذا بقى. فدي في حد ذاتها من الحاجات اللي بتبقى مقلقة شوية، لكن بتصحى الصبح كده تحس إنها مغامرة لطيفة طالما إن هو ما عداش من قدامك وانت ما شفتوش بنفسك يعني. الصورة دي لها حكاية مع حضرتك. ديت في زامبيا، في يعني نهر كافوي في زامبيا. كنا مخيمين لمدة 4 أيام على النهر مباشرة بالخيام بتاعتنا. وكنا بناخد على النهر عادي والتماسيح معدية كده. يعني فعلا والحيوانات معدية يعني. يعني لو قمت بالليل سبت الخيمة ورحت الحمام، طبعا الكامبات بتبقى مجهزة يعني. بس في حمام مثلا مشترك، فانت لازم تمشي في تراك معين علشان نوعا ما تبقى مطمن انك مش هت او ما تبصش حواليك بقى. يعني دي برضه من الحاجات اللي اتبعتها. انا مش هبص حواليا، انا همشي عينيا في وسط راسي، في وسط راسي باصص على مين. هاخد معايا اتنين معايا وانا رايح. بالظبط. فاحنا هنا بقى صحينا الصبح. الصوره دي بديعه كمان. فين دي؟ في شلالات فيكتوريا. شلالات فيكتوريا طبعا ما بين زامبيا وزيمبابوي. من الاماكن اللي روحتها مرتين، ويعني مكان رائع جدا لازم الواحد يروحه. دي اوائل منابع النيل تعتبر. يعني نهر زامبيزي. ده نهر بدايه يعني ده نهر زامبيزي. في بحيره فيكتوريا ولا لا ده تشابه اسماء. تشابه اسماء. فبرضه ده مكان رائع اصلا. بتبقى ماشي لازم تبقى لابس، يعني انا هو لابس ده لبس المطر كله. لانك مجرد ما في كوبري بتعدي من عليه كده بتلاقي نفسك عايش في شلال فوق راسك، الشلال تحتك لكن الرذاذ بتاعه بينزل عليك. خطير طبعا. وبرضه الكاميرات نفس الفكره. اهو الشنطه البرتقاني دي فيها كاميرا عشان ما اقدرش امشي بيها كده عادي انها هتتعرض. انا سالتك بحيره فيكتوريا، اصل انا رحت شلالات بحر دار في اثيوبيا اللي بينطلق منها النيل. وكانت برضه حاجه مشهد بديع، فكنت متخيل انه ده في اوغندا مثلا. لا الشلالات مكان رائع جدا وفي يعني ابداع من عظمه يعني خلق ربنا في قوه المياه دي. فمش عارف المياه دي جايه منين ورايحه فين وبالقوه دي ازاي، يعني المياه دي ما بتخلصش رايحه فين وجايه منين. وكان ليك كمان الصوره حلوه يا استاذ هشام الاول، وكمان لو برضو اصعب حيوان في التصوير. اصعب حيوان في التصوير لو برضو نشوف الصوره دي. الحيوانات المموهه اللي بتبقى لونها من لون الطبيعي. يعني مثلا فرس النهر اللي كان في النهر دوت هو صعب جدا. ليه؟ لان على قد حجمه وقوته لكنه خجول جدا، فيطلع عين بس منه. فانت عايز تلحق العين دي تصورها. الفهد مثلا طبعا لان لونه من لون الشجر، ولون خاصه لو الشجر بقى اصفر فده بيبقى صعب جدا ان الواحد يشوفه. ومره واحنا في المركب كنا قاعدين وفي واحد صاحبنا شاف مجموعه، كنا 4، الثلاثه شافوا الفهد وسط الاشجار وانا مش عارف اشوفه. بقول لهم فين يا جماعه فين؟ انا مش شايفه، انا مش شايفه. حتى بدات اصور يعني بشكل عشوائي كده لان جسمه مموه جدا. فده من ضمن الحيوانات الصعبه الواحد يشوفه. الطيور طبعا، الطيور بقى الوانها بتبقى مع الشجر صعب برده كمان، لو خاصه لو طائر صغير ان انت تقدر تشوفه. طيب
حضرتك برضو صورت في احداث رياضيه كبيره وكتيره، يعني ايه وجهه نظرك او ايه الصوره اللي نقدر نقول ان هي المفضله بالنسبه لك او في وجهه نظرك؟ يعني في ممكن صور... احنا نبقى شايفين صور تانية. صحيح، صور كتير حلوة. هو احنا مجهزين صورة حلوة برضو وراها لنا كده يا جماعة. هو الواحد عنده صور كتير الحمد لله يعني راضي عنها، ولكن دي يمكن اكتر يعني اكتر صورة انا بحبها شخصيا يعني. الصورة دي في بطولة كانت في احد يعني السلسلة بتاعت الكورة فيشا. كانت احد الجولات العالميه في كره فيشا. وازاي بتقدر تظبط الاضاءه كده يعني انه الريشه تبقى باينه وده يعني البطولات الكبيره؟ انت واقف فين انت هنا؟ انا لسه كنت اقول لحضرتك هي انا بحب الصور اللي بتدي تساؤل، بتفتح مع المتلقي ان هو طب هو ايه اللي صار ازاي؟ طب هو كان فين؟ طب يعني هو فوق ولا تحت؟ بالظبط. انا اول حاجه شفتها قلت طب يعني هو طب هو واقف فوق، طب هو جابها ازاي، طب هو ازاي لقط الريشه وهي داخله الكادر يعني. هي طبعا سبحان الله هي توفيق من عند ربنا. الصوره دي متصوره من تحت مش متصوره من فوق، فانا من في تحت نفس اللاعب. لا يعني انا في نفس ليفل اللاعب، انا في نفس مستوى يا راجل. انا في نفس المستوى. هو يمكن هو بيلعب ورا، فهو الكره تبيشه فعلا كره تبيشه هي بتطلع عاليه وبتقف في الهواء يعني لمده اجزاء من الثانيه، فاللاعب بيبقى حركه ايده بالشكل ده، بيبقى وشه لفوق وايده لورا، يعني بتحصل لحظه معينه الكومبوزيشن ده بيحصل، التكوين ده بيحصل. استاذ تامر رئيس التحقيق بيسال ازاي في نفس المستوى؟ هو بيرجع ورا كده، اشرح لك على الهواء، هو بيرجع ورا قوي فهو واقف. يا استاذ تامر هشرح لك بعد الحلقه. الصوره جميله وفعلا الناس كلها بتسال في الكنترول، يعني كله جاله نفس التساؤل، حضرتك كنت واقف فين؟ فاهم؟ هي اللي مدي التساؤل ده او مدي الاستفهام ده الاضاءه. ايوه طبعا. ان الاضاءه في البطولات الكبيره بيبقى في ناس متخصصه بتيجي تعمل سيت اب للاضاءه، مش مجرد مثلا استاد الاضاءه بتاع الكشاف بتاع الاستاد خلاص على كده، لا ده كانت في سبوت لايت معمول على الملعب بس. كل الصاله المغطاه ضلمه، مفيش اي حاجه باينه تماما، فده اللي بيدي احساس ان انت سواد في الخلفيه كلها سودة. هي بالفعل الخلفيه مش سودة بس ما فيش فيها اضاءه. ايوه مفهوم. الريشه لونها ابيض، فالاضاءه لما بتنزل على اللون الابيض بتعكس بشكل حلو، واللحظه دي سبحان الله هي توفيق يعني. مش معقول لها ايديت صح؟ لا طبعا لا لا لا. اي عشان برضو في استنتو اصل مع كل الصوره انا عندي في الكنترول بيقعدوا يسالوا. لان معانا طبعا اساتذه مصورين ومعانا لا هو ناس هو لا مش معمول لها ايديت. هو زي ما قلت لك موضوع التصوير الصحفي لا هو يعني ما ينفعش تعمل ايديت لاي حاجه. رائعه جدا جدا خطيره يعني. وانا فهمت خلاص، فهمت انا هبقى اشرح لك الزاويه منين. هو موضوع حرماننا من الايديت ده ميزه لانه خلانا خاصه اللي خارج من التصوير الصحفي بيتحدى الظروف، مش مستني صور وبعدين في عمود هناك هبقى اشيله بالإيديت، او في مش عارف مين راسه طالع مش عجبان. لا انت عايز تطلع التكوين من اول مرة سليم، فبتعيد الصورة مرة واثنين وثلاثة وتذكر الزاوية وتغير الزاوية و لان لو هو موضوع إيديت طبعا في ناس عندها فن، وده نوع من انواع فن الفوتوغرافي انك تصور وبعدين تعمل ريتاتش جميل جدا وبتطلعه، لكن احنا في التصوير الصحفي يبقى التحدي كبير جدا ان انت لازم تطلع الصورة متشفيه ما فيهاش غلط. طب هتعملوا ايه في موضوع الذكاء الاصطناعي ده والاي اي داخلين ده مبهدله الدنيا خالص في الصور؟ هو الذكاء الاصطناعي ملوش علاقه بالتصوير الصحفي. التصوير الصحفي مهما حصل ومهما طلع اساليب تصوير جديده وتكنولوجيا في الاول في الاخر التصوير الصحفي ده حاجه وثائقيه بحته طبعا، بدون التدخل. مومنت انت صحيح هو مش بدون موجود انت يعني. انت ما ينفعش تتدخل في الحدث اللي انت بتصوره. بس هو ممكن يعمل ريكرييت للمومنت. هو ممكن يعمل ده وممكن يعمل ده. هو بدا بالفعل الكوميرشال او التصوير التجاري بدا يعتمد عليه، لان في الاول في الاخر هو بيعمل سيت اب لحاجه، هو اللي بيخلق الحاجه دي،
فهو بالتالي سواء عملها عن طريق الاي اي او هو عمل استوديو وحط المنتجات فيه وعمل كل حاجه، في الاول في الاخر هو اللي متحكم فيها غير التصوير الصحفي. التصوير الصحفي هيفضل قائم زي ما هو طبعا، ملوش يعني علاقة. مش هيقدر ياخد الصوره اللي انت خدتها مع لاعب الريش لا مش هيعرف. وحضرتك طبعا، انا السؤال برضو يعني اخير، التصوير الحياه البريه مكلف جدا. جدا صح. يعني بتعملوا ايه في القصه دي؟ يعني هو بنحوش بقى وجمعيات وكده يعني، وكاميرات كمان مش كاميرات طبعا. كاميرات هو طبعا لان انا شغلي الاساسي كمصور فانا كده كده بشتري كاميرات لان انا بشتغل طبعًا. مصور بس انتوا محتاجين كاميرا برضو، لكن بقى بزود بقى اصعب كمان، بزود حاجات اضافيه عشان بقى رحله التصوير طبعًا. الحياه البريه يعني طول السنه لما بعمل ابجريد لمعده او عدسه او كده، لكن مثلا لو انا الطبيعي هشتري بطاريتين، لا ده انا هخليهم اربعه، لو هشتري كارت هخليه ثلاث يعني فبتيجي بقى كده مع الزمن، وانت ما بتنزلش مره واحده تنزل تقوم شاري كل المعدات، لان كده كده اصلا حتى لو انا معايا النهارده 10 مليون جنيه ونزلت اشتريت كل المعدات اللي نفسي فيها، بعد سنه هتتطور فالموضوع بيجي بالتدريج، وتبيع وتشتري غيره وهكذا. وبتبدا مثلا تبيع بعض الصور للوكالات او كده، في بعض المواقع اللي بتشتري الصور الوايلد لايف مشترك عليها وبحط عليها الصور، مش يعني هي حاجات اسعار معقوله رمزيه، بس مش اللي هي تخليك تقول لا انا عايش حياتي على بيع الصور. مفهوم. بعدين المفروض يعني بعدين في جمهور كبير جدا جدا، يعني لو الصور الحياه البريه تشوفها على السوشيال ميديا، هو المعلومه مثلا الوكالات الصحفيه طبعا بتختار الصور بشكل معين، لكن الصور مثلا الحياه البريه هو مش عايز منك صوره جميله قد ما هو عايز منك صوره صريحه. يعني ممكن يبقى عندي صوره فيها ظل ونور وشجره لا هو عايز مثلا صوره اسد صريحه عشان هو هياخدها لسه يشتغل عليها. على اي حال انا بشكر وجود حضراتكم معانا، ويعني كده احتفلنا مع حضراتكم باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي مميز، لان شفنا شغل مميز وانبسطنا وشفنا كمان كتير من كواليس بيعيشها المصورين الصحفيين. وانا بشكر حضرتك ان انتوا نورتونا، وسعيد جدا بوجود يعني قامات صحفيه كبيره زي حضراتكم معانا، فبشكر حضرتك شكرا جزيلا للاستاذ محمود خالد، شكرا نورتنا، والاستاذ محمد هشام شكرا جزيلا على وجودك معانا. استمتعت جدا بالفرجه على يعني طبعا ده نقطه في بحر من شغلهم الحقيقه، في كتير شغل مميز كان نفسنا نعرض حاجات اكتر واكتر لكن الوقت ما سعفناش. لكن على اي حال زي ما قلت لحضراتكم، الصوره بتختزل اشياء كثيره جدا في حياتنا، واصبحت جزء اساسي ورئيسي ما نقدرش نستغنى عنه. بالعكس احنا عايشين في عالم من الصور كمان، بالذات مع الثوره الرقميه اللي احنا عايشين في وسطها دلوقتي وبتتجه لمزيد من التطور. بشكر حضراتكم، بكره حلقه جديده من الخلاصه.